اهلا بحضراتكم ولقائنا الثالث والاخير في برنامج الحصاد، واللي مخصصينه دايما في كل يوم ثلاث للحديث عن المجهودات اللي بيقوم بيها مركز بحوث الصحراء كواحد من اهم مراكز البحوث التابعه لوزاره الزراعه، واللي بتقدم خدماتها لمساحه كبيره جدا، اكبر من مساحه الوادي والدلتا بكثير، لا تتعدى 6 او 7% من مساحه مصر، بينما معظم مساحه مصر من الصحاري اللي محتاجه فعلا لجهود شبابنا وعلمائنا، وبيقوم العلماء من خلال هذا المركز بدورهم في تنمية المناطق الصحراوية. للحديث عن مشروعات التنمية وعن دور الإرشاد الزراعي في هذه المناطق ونقل التكنولوجيا لهذه المناطق النائية، سعيدنا نحن نستضيف دكتور أحمد عبد العزيز السيد، منسق عام مشروعات التنمية بمركز بحوث الصحراء. أهلا بحضرتك دكتور أحمد. خلينا نتكلم عن يعني المجتمعات الصحراوية، هي ربما مجتمعات نشأة على الفطرة، وهناك الناس سكان واخدين على طرق معينة في الزراعة أو في الرعي وأنشطتهم ثابتة. كون إن احنا عايزين ليهم معلومات جديدة ده بيتطلب مجهود شوية، إزاي بتقدروا تتعاملوا معاهم وإيه دور الإرشاد في التعامل مع هذه البيئات والمجتمعات الصحراوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنشكر حضراتكم على تحت المساحه للتعبير عن دور مركز بحوث الصحراء في التنميه، وخصوصا بالمناطق الجديده اللي هي بتمثل حوالي 94% من مساحه مصر. المركز له حوالي 12 محطه بحثيه منتشرين في ربوع صحاري مصريه، منهم 5 محطات في سيناء و4 محطات في شمال الساحل الشمالي والغرب الساحل الغربي، و3 محطات في جنوب الوادي والدلتا. البدايه كانت لازم ندرس خصائص الناس ديت، الخصائص الاجتماعيه والخصائص الاقتصاديه والخصائص الاتصاليه. ثانيا نشوف اهم المشكلات اللي بيعاني منها المجتمعات ديت. فتمت الدراسه بطرق مستفيضه وطرق متانيه جدا علشان نقدر نوصل لاهم الاحتياجات. هو المجتمع البدوي او الناس في البدو في الصحراء محتاجين ايه؟ محتاج يعيش ومحتاج ياكل ويلبس بطريقه بيئيه او بطريقه نظيفه. فكان لابد ان احنا ندرس خصائصه، نشوف احتياجاته، ونبدا نعمل على تطوير بقى او تحسين دخله من خلال بعض التكنولوجيات او بعض التقنيات اللي تساعده على اشباع رغباته في عمليه الزراعه او في عمليه الرعي بما يتلائم مع طبيعه البيئه وعدم الاخلال بالتوازن البيئي داخل المنظومه البيئيه في المناطق الجديده. طبعا في علاقه وثيقه بين منظومه البحث العلمي وبين الارشاد الزراعي، لانه عشان نطبق نتائج البحث العلمي ده لازم الارشاد. فازاي دمجتوا بين الاثنين واستطعتوا ان انتوا اخر ابحاثكم او يعني مشروعاتكم هناك ازاي نقلتوا الخبره للمزارعين؟ زي ما قلت لحضرتك، العلاقه بين البحث العلمي والارشاد الزراعي او البحث العلمي وخصوصا الزراعي علاقه تكامليه. زي ما حضرتك قلت كده واشرتي ان لا يمكن ان انا اطبق نتائج البحوث اللي تم التوصل اليها الا عن طريق الارشاد الزراعي. والارشاد الزراعي مش قصر بس على المرشدين الزراعيين، الارشاد الزراعي له مصادر كتير او له طرق كتير او وسائل كتير ممكن يعتمد عليها. يعني مثلا ممكن الارشاد عن طريق بيع المستلزمات، عن طريق التسويق، عن طريق الخبرات، نقل او الارشاد زي ما احنا بنسميه الارشاد الافقي او الارشاد يعني في طرق ارشاديه كتير او في مستويات كتير للعمليه الارشاديه. البحث العلمي الارشاد بيقوم معاه بدورين. الدور الاول ان هو بينقل مشكلات او احتياجات المجتمع او البيئه للباحثين، وبيرجع ياخد نتائج البحوث او نتائج الحلول اللي توصل اليها الباحثين والعلماء وينقل ويساعد في نشرها على المزارعين. مش ساعد في نشرها بس، ده متابعه تطبيقها، يعني متابعه تطبيق، لانه من خلال دراسته بقى للفئات داخل المجتمع عرف مين الناس اللي ممكن تتبنى معاه، ممكن الناس الاوائل او القاده اللي هم ممكن يعتمد عليهم في نشر تجاربه، من خلاله ممكن يتم تنفيذ بعض التجارب زي الحقول الارشاديه، زي بعض الارشاد، يعني ان انا اعمل حقول واعمل نماذج تطبيقيه عند بعض المزارعين، ابدا يعني عن طريق ابدا انشر فكرات او انشر حلول المشكلات الموجوده في المجتمع نفسه. طب الى اي مدى هم محتاجين التكنولوجيا كمزارعين؟ لا، الى مدى كبير. هو التكنولوجيا بتختلف من بيئه لبيئه. يعني في بعض البيئات زي مثلا زي الدول المتقدمه تحتاج الى تكنولوجيا خاصه عشان هي بتعاني من نقص العماله، فبتحتاج الى تكنولوجيا خاصه تستعيد مشكله نقص العماله. احنا عندنا في مصر يعني مؤخرا بدانا نحس بمشكله ارتفاع اجور العماله، فبدانا ندور على الطرق اللي تستعيد تكلفتها اقل بس من خلال تكنولوجيا زراعيه.
زي مثلا دلوقتي احنا بدأنا اتجاه للزراعه الكثيفه زي زراعه الزيتون او زراعه، وبالتالي لا لازم بد الاعتماد على تكنولوجيا الحصاد بالالات الزراعيه. ما عادش ينفع الحصاد في غضون او في اساليب الزراعه الكثيفه، مش هينفع الحصاد بالايدي العامله. في بعض المناطق يعني احنا كل الناس بتعتمد على لو احنا بنبص لتكنولوجيا مثلا خاصه باصناف او خاصه بذور جديده او حاجه جديده، دي هتساوي فيها الكل، المزارع البسيط زي او متوسط المزارعين او المستثمرين الكبار، كله هيدور على الصنف اللي هيدي انتاجيه اعلى. لكن المزارع الصغير مش هيقدر في ظل تفتت الحيازه اللي داخل المجتمع المصري. طبعا الموضوع تفتت الحيازه ده احنا مش بنعاني فيه في المجتمعات الصحراويه او في المناطق الصحراويه، ما فيش تفتت حيازه، لان لسه المساحات برضو يستطيع فيها الارشاد الزراعي وتستطيع فيها الدوله تطبيق التكنولوجيات الحديثه. بس ده كله هيتوقف على بقى على المنظومه نفسها اللي هي منظومه توزيع الاراضي. هل انا في التوزيع الجديد او في الاستراتيجيه الجديده هعتمد على التوزيع على فئات معينه؟ هل هعتمد على فئات صغار المزارعين؟ هل يبقى عندي متوسط استثمار؟ هل يبقى عندي كبار مستثمرين؟ كل فئه من دول ليها التكنولوجيا تتواكب معاها، ليها طريقه نقل التكنولوجيا. يعني لما اجي انقل لمزارع غير من المتوسط الاستثمار غير لما المستثمرين الكبار، ده له هدف دول هدف. فالفئات نفسها داخل المجتمع، فده كله هيرجع لاستراتيجيه الدوله في توزيع الاراضي الجديده على المنتفعين. ده هتبقى العامل المحدد. يقع على عاتق الارشاد الزراعي في النقطه دي حاجه 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 كويسه جدا، ان الارشاد الزراعي سواء كان التوزيع هيتم لاهالي المنطقه او من اللي هم السكان المحليين او الوافدين. لو للمحليين انا خلاص اوريدي دارس خصائصه. لو للوافدين من الوادي والدلتا للمناطق الجديده لازم اعمل عمليه اعاده اقلمه او اعاده تاهيل للمزارعين ليتواكب فكرهم. زي ما حضرتك قلتي ان المزارعي او السكان المناطق الجديده او المناطق الصحراويه او البدو بصفه عامه لهم بعض الخصائص الخاصه بيه في التعامل مع البيئه. يعني احنا لو سيبنا البدو يتعاملوا مع البيئه هتدن البيئه نظيفه، لكن احنا لو الناس اتنقلت بافكارها اللي بتتعامل بيها مع البيئه في الوادي والدلتا هنبدا نعاني من مشكله نظافه، هنبدا نعاني من مشكله استخدام كثيف للاسمده، هنبدا نعاني من مشكله استخدام بعض المبيدات او بعض الاساليب الغير نظيفه او الغير صحيحه. طيب حضرتك قلت لي انه يعني على حسب فئه المزارعين سواء الفئه البسيطه او المتوسطه او المستثمرين الكبار في اسلوب لنقل التكنولوجيا لكل منهم. خلينا نتكلم عن الاسلوب الامثل لكل فئه من الفئات دي في نقل التكنولوجيا. يعني المزارعين يبقى انا المزارعين الصغار لازم تبدا عمل زيارات حقليه، زيارات منزليه، زيارات هو زيارات مكتبيه ممكن يقوم بيها. هنعتمد على طرق الاتصال الفرد او طرق الاتصال الجماعي مع المزارعين الصغار. نفس اما فيما يتعلق فيما ده يعتمد بصفه مباشره على الارشاد الحكومي او الارشاد العام زي ما احنا بنسميه. اما مع متوسط الاستثمار ومع المستثمرين الكبار هضطر الجا لطرق ثانيه خالص زي الارشاد الخاص، زي الارشاد بمقابل، زي هيستفيد من الارشاد العام بس مش نفس استفادته منين؟ من زي المزارع الصغير. هنا في طرق نقل التكنولوجيا هتختلف زي ما قلت لحضرتك وفقا للفئه نفسها ووفقا لاحتياج الفئه. يعني المزارع الكبير ده محتاج لتكنولوجيات خاصه، يعني في تكنولوجيا جامع، تكنولوجيا حصاد، تسويق نفسه. يعني مثلا لو مزارع كبيره هحتاج لمحطات فرز وتعبئه، طرق معاملته للحاصلات هتختلف عنه من المزارع الصغير. هنا لو انا مثلا المزارع الصغير كل ممكن يعني الحاجات اللي هتعامل معاه بيها مش هقدر اتعامل بيها مع المزارع الكبير او المستثمر الكبير. المستثمر هدفه صفه اساسيه الربح، لكن المزارع ممكن يكون هدفه من وراء زراعته اللي هو اكتفاء الذات، يعني اكتفاء بيته نفسه من المحصول ده. لكن المزارع المستثمر مش ما يكونش هدفه كده، يكون هدفه الاستثمار او هدفه الربح بصفه اولى. فبالتالي هيلجا لكل التكنولوجيات اللي تساعده على تحقيق اعلى عائد من وحده الارض او وحده المياه. ايه دور الارشاد بقى في تخطيط وتصميم التقنيه التكنولوجيه المناسبه دي؟ احنا لو جينا لمراحل انتاج التكنولوجيا هتبدا من مرحله الابداع. في مرحله تطويع او مواد التكنولوجيا مش معنى ان انا في تكنولوجيا ناجحه او في صنف ثبت نجاحه في منطقه انه ينجح في منطقه اخرى. مش معنى ان انا استخدمت التقنيه في منطقه لو نقلتها للمنطقه هتختلف بقى وفقا للخصائص. فالارشاد نفسه هو اللي بيطوع بقى اللي هو تطويع او موامة التكنولوجيا وفقا لخصائص البيئيه والاقتصاديه والاتصاليه
والشخصيه لكل مجتمع. يعني هل احنا مثلا، اضرب لك مثال بسيط جدا، احنا صنف اصناف القمح عديده. الذوق المصري او المستهلك المصري له ذوق خاص في بعض اصناف القمح اللي بيستخدمها، سواء كان بقى الاستخدام لانتاج الخبز او الاستخدام لانتاج غير الذوق الخارجي. حتى احنا الاقماح اللي احنا بنستوردها كلها لو مش بتستخدم في انتاج الخبز اللي هو في الافران، لو هتتوزع على الفلاحين مش هيستخدموه، لان هو عايز قمح خاص في العجين نفسه، يعني لو هم قمح ابيض مش عايز قمح، قصه ثانيه مختلفه. فالارشاد نفسه الارشاد بقى بيعمل عمليه تطويع للتكنولوجيا اللي جايه لتتوائم مع خصائص المزارع. يعني مثلا مش معنى ان انا، يعني مثلا لو جينا مثلا لو احنا بنتكلم دلوقتي على تكنولوجيا مثلا استخدام المغناطيسيه مثلا في التخلص من الملوحه، الفكر نفسه او التكنولوجيا نفسها احنا كفكر مصر او كمزارع مصر مش هيكون عنده استعداد للتعامل مع التكنولوجيا دي. لكن انا في بعض، انا كراجل ارشاد او كمرشد لازم هيكون عندي الاسلوب اللي هبدا اطوع بيه او اوائم بيه او انتقد التكنولوجيا نفسها اللي تتوائم مع المزارع بتاعي. طيب بس هيبقى صعب برضو اقناعه، يعني هو زي ما حضرتك قلت كده واخد على طريقه معينه ممكن يستصعب او لا يعني دلوقتي الحاجه يا فندم، دلوقتي الحاجه زي ما احنا بنقول دايما الحاجه ام اختراع. الحاجه دلوقتي دعت الحاجه دلوقتي ان كله لازم يدور على التكنولوجيات او على الاساليب او على التقنيات اللي يساعدوا على تحقيق اقصى عائد. خلاص دلوقتي المرحله مش مرحله رفاهيه، انا ما عنديش رفاهيه الوقت في اختيار المحصول او في اختيار التقنيه اللي تساعدني على تحقيق اقصى عائد. انا دلوقتي مجرد ان هو بيقول له الصنف ده او استخدامك للمبيد ده او استخدامك للسماد ده هيديك انتاجيه بمعدل كذا، كله بيتجه ليه؟ خلاص ما احنا في مرحله فارقه في حياه المواطن اساسا. طيب دلوقتي في صعاب معينه متعلقه بالمجتمعات الصحراويه دي في الزراعه وفي تربيه الحيوانات وغيره، ابرز الصعاب والمشاكل اللي بتواجهوها علشان تقدروا يعني تصمموا برامج ارشاديه او تكنولوجيه مناسبه ليها، ايه هي ابرز الصعاب دي؟ ابرز الصعاب مشكله نقص المياه او مشكله الملوحه بتاعه المياه وملوحه مياه الري وملوحه التربه نفسها. طبعا المركز له باع طويل في التغلب على الصعاب ديت او التغلب على المشكلات اللي بتعاني منها المجتمعات الجديده، سواء كان التعامل مع ملوحه ماء الري او التعامل مع ملوحه التربه وابتكار او انتاج تكنولوجيات او تقنيات تساهم في عمليه التقليل من ملوحه مياه الري او التغلب على ملوحه التربه. من ضمن الصعاب برضو زي ما قلت لحضرتك موضوع التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره او في ده في الصيف او في الشتاء بقى اللي هو ارتفاع درجات البروده والصقيع وطول فترات الاضاءه، ده كله طبعا دعا الى اتباع بعض الاساليب التقنيه اللي هي تتوائم اللي هي تناسب ظروف او المناطق البيئيه. المركز له باع كبير في استغلال البيئات الهامشيه اللي هي بتعاني من نقص المياه او تعاني من او ضعف او هنقول قله خصوبه التربه اللي موجوده فيه. طيب ممكن يعني نشوف كده مشكله ونشوف مثلا بعض التطوير اللي اضافه المركز بحوث الصحراء او الحل اللي اداه للمزارعين في كل مشكله، يعني مثلا ايه ابرز الحاجات اللي يعني اوجدتوها بالنسبه لملوحه التربه او ملوحه الميه؟ ملوحه التربه اللي هو استخدام بعض التقنيات اللي هي اللي بيسموها البيولوجيه او بس طبعا ما تبقى اعلان، بس ده حاجه خاصه بالمركز، في اللي هو استخدام مثلا الدبال او استخدام بعض الاسمده او بعض الاضافات. يعني المركز له بصدد انتاج بعض اسمده النانو اللي تتلائم مع التغلب على ملوحه التربه او زياده خصوبه التربه وخاصه الاراضي الصحراويه. ده بالنسبه لملوحه التربه. لو مروحه زايده فانتوا بتعملوا اسمده في المركز تشتغلوا عليها دلوقتي انها ممكن اسمده، سواء كانت اسمده يعني سموها اسمده معدنيه او اسمده، بس هي مش اسمده معدنيه، اسمده بيولوجيه يعني او اسمده صديقه للبيئه زي ما بيسموها، عشان تتلائم مع برضو الارض هناك ترفع خصوبه التربه وتتغلب على مشكله الملوحه ملوحه التربه. بالنسبه لملوحه المياه اللي طالعه من الابار، ملوحه المياه في طرق عديده بقى للتغلب من ملوحه المياه، لكن المشكله الاكبر من ملوحه المياه، يعني ملوحه المياه ان انا انتاج ان انا بنتج اصناف سواء كان من ملوحه المياه او ملوحه التربه تتلائم او تتناسب مع طبيعه المياه والتربه، تتحمل درجات الملوحه العاديه.
عن طريق بقى عن طريق الانتخاب، عن طريق الوراثه، عن طريق التربيه. يعني احنا مثلا عندنا مثلا صنف زي صنف الفول، فول مريوط 2 ده يعني اكتسح كل المناطق الجديده، وقبل يعني قبلنا بلاء حسنا في سينا وفي منطقه النوبارية وفي منطقه وقريب، وكان قريب في صعيد مصر في زير الصحراوي. ده بالنسبه للمشكله الاكبر من ملوحه الميه اللي هو نقص الميه، ان احنا نساء ان احنا زي ما بيقولوا كده استدامه مياه الري، ان احنا نبدا نتعامل مع الناس او ننقل للناس التقنيات او الاساليب اللي تحافظ على استدامه الخزان الجوفي اطول فتره ممكنه، حتى لو ما فيش تعويض. يعني احنا مثلا الدراسات اللي بيقوم بها قسم الاكتشاف عندنا، من خلال الدراسات دي بنبدا نحدد الحد السحب الامن، كميات التصرف، برضو عن طريق تركيب المحصولات المناسبه وفقا للتربه والميه والظروف المناخيه بنقدر نحدد الاحتياجات الروائيه لكل نبات، ونقدر نحدد على ضوء بنقدر نحدد الاحتياجات المائيه. وفي ضوء ده بنقدر من خلال الدراسه دي الحصول على اعلى وعده على عائد من وعده المياه. احنا طبعا عندنا مشكلات ارتفاع درجه الحراره في الصحاري، وزي ما حضرتك قلت ممكن تصل الى بروده برده شديده وصقيع زي كاترين وبعض المناطق الساحل الشمالي كده. برده قلت الحلول اللي بيقدمها المركز وبيحاول يرشد من خلالها للمزارعين للتعامل مع الحالات دي. ما بالنسبه لارتفاع درجه الحراره زي ما قلت لحضرتك، هو الفتره اللي فاتت يمكن عانينا كلنا كمجتمع مصري من ارتفاع درجات الحراره، ده اثر على كثير من الحاصلات، يعني واثر على انتاجات كثير من الحاصلات. الظاهره دي لسه جديده في مصر، يعني لو قلت لحضرتك ان احنا كان لينا باع في ان احنا نبدا نتعامل مع الظاهره دي يعني بقول لحضرتك حاجه ما حصلتش، لكن احنا دلوقتي ده محل دراسه من القائمين على المركز ومن القائمين على التخصص ده في المركز عندنا. التغيرات المناخيه بوجه عام ازاي بتتعاملوا معاها؟ ما بالنسبه للتغيرات المناخيه احنا برضو زي ما قلت لحضرتك ان اهم ظاهرة التغيرات المناخيه اللي هو ارتفاع منسوب المياه الجوفي او ارتفاع درجه الحراره، كل ده يعني داخل في احنا بدانا نبدا نتعامل معاه من خلال يعني ارتفاع درجه الحراره اسرع نبات في الاجهاد المائي، يبقى انا هزود عدد مرات الري. كل المعاملات اللي تمت عباره عن معاملات يعني تعتبر معاملات زي ما بيقولوا استثنائيه، لكن احنا انتجنا اصناف جديده داخل مصر او في المركز عندنا تتغلب على مشكله ارتفاع درجه الحراره حتى اللحظه لا. طيب طبعا يعني الاسره البدويه، المراه البدويه بتلعب فيها دور مهم برضو، انتوا اعتقد انكم بتستهدفوا تنميه الاسره ككل، والمراه البدويه جزء من الاسره، ايه الخدمات اللي بتقدموها للمراه البدويه؟ احنا بالنسبه للمراه البدويه المركز له باع طويل، سواء كان في الساحل الشمالي او في مطروح او في سينا، في نشر العديد من الصناعات اليدويه، وفي تدريب المراه او الفتيات البدويه على بعض المشغولات، او ومؤخرا دخلنا بقوه في مجال التصنيع الزراعي ان احنا نبدا ندرب المراه البدويه او الفتيات البدويه على ادخال بعض الصناعات المنزليه او الصناعات الغذائيه اللي تساهم منها في تطوير او تحسين دخلها. يعني احنا الموضوع ده عملنا حوالي 4 دورات في مطروح كمركز، وعملنا دورتين منهم في الوادي الجديد، و3 دورات في سين على يعني تطوير او تحسين دخل المراه البدويه من خلال تدريبها او اكسابها مهارات جديده في مجال التصنيع الزراعي. ده يعني جهد مشكور للمركز ولشعبه البيع ولقسم واحد التصنيع الزراعي عندنا في المركز. يعني مثلا يقوموا بعمل مربات، منتجات، صلصات، مخللات، والامر اكتر من كده الايس كريم، اللي هو يعني احنا بنخلي استغلال كل ما هو متاح في البيئه وتحويله الى او اعطائه قيمه مضافه يساهم في تحسين او توفير دخل اضافي للاسره نفسها. خلينا نتكلم عن بعض التجارب والنماذج العمليه من المشروعات اللي موجوده. حضرتك طبعا في منطقه سينا، متخصص في منطقه سينا، كلمنا كده عن اللي بيتم دلوقتي في منطقه سينا من مشروعات. احنا اللي بيتم في سينا دلوقتي من المشروعات، طبعا احنا كمشروعات قوميه في المشروع القومي اللي هو تنميه سيناء، المركز يعني المركز مشرف فني على مشروع انشاء 26 تجمع زراعي تنموي في سينا، بيستهدفوا استزراع 19000 فدان
بيستهدفوا هيستفيد منهم حوالي 4000 أسرة، هيوفر 25 ألف فرصة عمل بطريقة مباشرة، وحوالي 20 ألف فرصة عمل تانية بطريقة غير مباشرة. التجمعات دي تجمعات متكاملة بتضم المزرعة والمسكن والإنتاج الحيواني وإنتاج النحل والصوب الزراعة. بدأ إن إحنا نبدأ ندرب الناس هناك على الزراعة تحت ظروف البيوت المحمية أو الصوب الزراعي. فده مشروع متكامل، المركز هو يعتبر المنسق الفني للمشروع ده عن طريق الأستاذ الدكتور نعيم صالح رئيس المركز، هو المنسق الفني للمشروع. المشروع في يعني في المرحلة النهائية، المرحلة الأولى يعني تنتهي في أغسطس اللي جاي ده، بينتهي من إنشاء 13 تجمع هيوفروا 5100 فدان. ده بالتعاون مع القوات المسلحة؟ القوات المسلحة، ومع طبعا داخل فيه الوزارات التانية زي الإسكان وزي الصحة وكل وزارات مصر مهتمين. ده من ضمن المشروعات اللي المركز بيساهم فيها بطريقه مباشره. في بقى احنا بنتعاون مع مديريات الزراعه، بنتعاون مع منظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بالتنميه داخل التنميه المستدامه داخل المجتمع سنة. في برضو لنا لينك كبير مع والربط مع عوائق القبائل في سيناء، وتكاد تكون هناك اجتماعات او لقاءات دوريه معاهم عشان الوقوف على اخر المشكلات او احتياجاتهم، عشان نبدا يعني احنا دايما في شغلنا بنعتمد على الشغل من القاعده للقمه. طيب. نبدا من اسفل لاعلى. حضرتك قلت لي انه ممكن بس هو يكون عاوز ينتج اللي بيستخدمه بيته، لكن لو هو عاوز يوفر لنفسه فرصه عمل اكتر هيكون عاوز ينتج اكتر. مشكله التسويق بيقدروا يحلوها ازاي؟ والله احنا مشكله التسويق دلوقتي، بس هو في ظل الحاله الراهنه كانت تكون يعني من خلال انشاء روابط، يعني في جزء في جنوب الأنطرة شرق وجزء في سهل الطينة، تم التغلب دي تماما على المشكله بانشاء روابط لروابط خاصه بتسويق كل محصول من المحاصيل اللي بتنتج في المنطقه. لكن في المرحله الاخيره اللي احنا كلنا كمصريين حاسين بيها بدات المشكله دي تعاني، لكن ان شاء الله احنا الموضوع هيبدا حله يعني من خلال بعض الشركات انا ما يعني لا اجزم ان احنا كمركز اقتحمنا الموضوع ده قبل كده، لكن احنا درسنا المشكلات وحطيناها على طاوله متخذ القرار. المشكلات المتعلقه بالتسويق سواء كانت مشكله متعلقه بالحصاد او النقل، المشكله الابرز في مجال تسويق الحصادات هناك اللي هي النقل. طبعا لطول المده ويعني التفتيش وغيره. لا دلوقتي لا بامانه موضوع التفتيش ده بقى لنا بتاع اكتر فترة طويلة تم إلغاء، وتم تخصيص حارة خاصة بنقل المنتجات الزراعية وعدم تعرضها عدم انتظار لفترات طويلة. لا موضوع التسويق لا، هي استغلال التجار مش أكتر من كده، إن هو والخوف الداخلي لبعض التجار إن هو يروح هناك، لكن الموضوع التفتيش ده تم التغلب عليه بالتعاون مع القوات المسلحة منذ فترة طويلة. المشروع اللي حضرتك كلمتني عنه بالتعاون مع القوات المسلحه ده في جنوب سيناء ولا شمال سيناء؟ لا المشروع ده فيه 19 تجمع منه في شمال سيناء، وفي المناطق اللي هم بيسموها مناطق ملتهبه في حوالي 7 تجمعات داخلها، وفي 7 في جنوب سيناء. ده مهم ان احنا نشير اليه يعني عشان نطمن الناس على الحاله الامنيه، لانه يعني الرئيس قال انه مش يعني الى جانب تطهير سيناء في نفس الوقت هيسير متوازيا مع ذلك التنميه المتكامله في سيناء تسير بخطى ثابته وبالتوازي مع عمليات مكافحه الجريمه. نلقي الضوء على ده ازاي؟ يعني انتوا يعني بتشتغلوا في اي معوقات بتقابلكم امنيه ولا الدنيا متاحه؟ الناس هناك امنه ازاي؟ احنا بالنسبه لنا احنا لا، بدليل ان كل معظم الشركات اللي شغاله هناك يعني بقول لحضرتك المشروع على قارب على الانتهاء، اوشك على الانتهاء، يعني افتتاحه في اغسطس اللي جاي. يعني احنا كفرق عمل بمركز بحوث الصحراء، ويمكن يشاركنا الراي معظم الزملاء اللي بيطلعوا معانا، ما حسسناش بده. احنا على فكره بنلاقي ترحاب جامد من اهالي سينا ومن اخواننا في القوات المسلحه، ولعلمك معظم المامورات اللي بنطلعها ما بنطلبش فيها تامين. يعني معظم شغلنا داخل سينا ما بنطلبش فيه تامين، لان احنا الناس حاسه ان كان الاول ممكن اقول لحضرتك، لكن ما وصل فكر للناس ان انت رايح عشان تخدمهم، وان التنميه كان الفتره السابقه كان في انعدام ثقه بين الناس بين سكان سيناء او بدو سيناء وبين الحكومات.
دايما في وعود بالتنميه في، لكن دلوقتي بيشوف الموضوع ده قدام عينه، ما يشوف مزرعته بتتعمل قدام عينه، ما يشوف بيته ماسك بتعمل قدام، شاف طريق قدام عينه. الاول كان كلها وعود براقه، لكن دلوقتي كله هم بيساهموا في العمليات الغفره، بيساهموا في هم شغالين، يعني معظم اهالي سينا شغالين مع الشركات دي. مركز بحوث الصحراء هو اللي بيدربهم على كيفيه تشغيل الصوب الزراعيه؟ لا ده بقى خلال متخصصين. لا متخلين متخصصين عندنا، احنا لينا باع طويل كشعبه وكمركز في التدريب، يعني ده الموضوع ده عايز حلقات مش عايز. طب اهم يعني اهم المنتجات او المحاصيل اللي المفروض يعملوا على انتاجها؟ تختلف المحاصيل زي ما قلت لحضرتك وفقا لنوع التربه او المنطقه. احنا هنحاول نستغل الميزه النسبيه لكل مكان في سينا، يعني مثلا الشمال هيكون له هيبقى خاص بزيوت وخاص ببعض النباتات الطبيه والعطريه، الوسط كله هيتم التركيز على النباتات الطبيه والعطريه المنتشره في المنطقه لاستغلال الميزه النسبيه اللي هو زي ما بيقولوا المناطق المقدسه، يعني اللي هو الاويل او يعني هتديها يعني براند او اسم بتكتسبه من المنطقه نفسها، منطقه كاترين والمناطق، يعني احنا لنا في تجمع في كاترين في وادي سعال، ده منطقه مقدسه في انتشار للنباتات الطبيه العطريه زي البعثران زي المريميه، فهنبدا نعمل اكثار، يعني هناخد من اللي احنا فكرنا فيه كمركز او كمنسق فني للمشروع ده ان احنا من داخل البيئه نفسها، وهنبدا نعمل عمليه ادابتيشن واكثار للمنتجات نفسها، يعني احنا هنساعد الناس، يعني الاضافات اللي هتبقى موجوده عليها حاجات بسيطه جدا، تقنيات اللي هي التعامل معاها ازاي، بدل ما اتعامل مع وحدات صغيره ابدا اتعامل مع سكيل اكبر او مساحه اكبر، فده اللي هنساعده فيه او بنساعده فيه من بقالنا فتره، احنا بنعمل عمليه تاهيل للمشروع ده من بدري، بقالنا سنتين شغالين على ده. ده مش بس هيدينا براند عالمي يعني كمان في النباتات الطبيه والعطريه، لكن كمان انه ده يؤكد ان المكان تم تطهيره، ان المكان امن، فهيساعد في نواحي اخرى سياحيه. انا بشكر وجود حضرتك معانا دكتور احمد عبد العزيز، منسق عام مشروعات التنميه بمركز بحوث الصحراء، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم من الحصاد، غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى، الى اللقاء. We'll be right back.